أترككم مع هذا التقرير. نقابة الأطباء الخميس الماضي شهدت يعني إطلاق كتاب الدكتور محمد المخزنجي مع الدكتور محمد غنيم، السعادة في مكان آخر، كتاب توثيق لمسيرة الطبيب محمد غنيم أحد رواد زراعة الكلى في العالم. وبعده نخرج فاصل، وبعد الفاصل 4+1، ونشوف ما هي أهم 5 قضايا شغلت الرأي العام المصري الأسبوع الماضي. بالصالون الثقافي لنقابة الأطباء أقيم حفل توقيع كتاب السعادة في مكان آخر للدكتور والأديب محمد المخزنجي. الكتاب بيتناول جوانب من حياة الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى في مصر والشرق الأوسط. الدكتور محمد غنيم سلك سبيل في الحياة مش معظم الناس اللي بيتصوروا أنه يؤدي إلى السعادة. أهم حاجة في الكتاب أنه مش بس أن أنا بعرض سيرة ومسيرة، لا، أنا بعرض الشروط اللي بتؤدي إلى ظهور ظاهرة استثنائية معطاءة وإيجابية وبناءة ينبغي أن احنا نستلهمها في تنشئة 1000 محمد غنيم مصر تستطيع أنها تنجبهم. في الحقيقة الدكتور محمد غنيم كلنا اتعلمنا منه حاجات جديدة في الطب، لأن هو ليه أبحاث كتيرة وحاجات جديدة موجودة في الطب، والمركز الطبي اللي اتعمل في المنصورة اتعمل على أحدث طراز وبيراعي فيه كل حقوق المرضى وكل حقوق الأطباء وكل حقوق المنظومة الطبية والبحث العلمي، ونتمنى ان كل مراكزنا الطبية في مصر تبقى زي مركز الدكتور محمد غنيم. 163 صفحة بيضمها الكتاب، وبيجمع بين أكتر من شكل في التوثيق لحياة الدكتور محمد غنيم، منها السرد الموثق بشهادته والطابع الحواري بين المخزنجي وغنيم. الكتاب ده من سيرة ذاتية، هو لمحات عن مسيرة حياة، لكن الأهم من هذا هو التحليل الذي صاغه الدكتور محمد المخزنجي بصيغة أدبية راقية ومتفردة. الجزء الثاني ليس بمثابة مرآة للجزء الأول، ولكن إذا صح يعني تمثيل فأنا مثل منشور زجاجي يحلل ما جاء في الجزء الأول. كتاب مهم بيوثق رحلة طويلة ومليئة بالعطاء لمثل وقدوة يحتذى بها وواحد من أهم العلماء في تاريخ مصر. هشام الرباط، هنا العاصمة.